مرحبا بكم. الأسرى الفلسطينيون المحررون يصلون إلى مقر المقاطعة في رام الله في الضفة الغربية، حيث استقبلهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكانت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. إسرائيل تتسلم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات من السلطات المصرية، وكانت حماس سلمت شاليت للجانب المصري عبر معبر رفح. وأعرب شاليت في مقابلة مع التلفزيون المصري عن أمله أن تساعد الصفقة في التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إنه سيسعد إن تحرر جميع الأسرى الفلسطينيين بعد أن مر هو بتجربة الأسر. حالة طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لسفر وتأمين 40 أسيرا فلسطينيا خلال نقلهم من المطار إلى 3 دول قررت استضافتهم في إطار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم يقول إن الجانب المصري هو الضامن لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الحركة، وأوضح أن الجانب المصري تعهد بإكمال المشوار حتى يتم إنجاز جميع مراحل الصفقة، كما ألمح إلى وجود اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لإتمام الصفقة. الثوار الليبيون يعلنون إحكام سيطرتهم على كامل مدينة بني وليد آخر معاقل العقيد الليبي الهارب معمر القذافي بعد حصار دام 6 أسابيع والعثور على حوالي 100 جثة مجهولة الهوية في مستشفى بني وليد وأسر 300 مقاتل من كتائب القذافي وأنباء عن فرار سيف الإسلام القذافي من المدينة قبل أسبوع إلى مكان مجهول. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقيل رئيس الوزراء معروف البخيت ويكلف القاضي الدولي عون الخصونة بتشكيل حكومة جديدة في خطوة لتهدئة المحتجين المطالبين بإصلاحات أسرع. وقالت المصادر إن الملك أقال البخيت وهو لواء عسكري سابق يعرف بنهجه المحافظ في مواجهة ضغوط متنامية من النشطاء الذين استلهموا ثورات الربيع العربي. مساعد وزير العدل المصري يكشف عن امتلاك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك جمال وعلاء ودائعة في بنوك سويسرية تقدر قيمتها بنحو 2 ملياري جنيه مصري، وأشار إلى أن السلطات السويسرية تجري تحقيقات قضائية حاليا ضد علاء مبارك وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي. وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح يقدم استقالته على خلفية فضيحة الإيداعات المليونية التي تشمل عددا من النواب. وقالت المصادر إن الشيخ محمد الصباح فضل خيار الاستقالة إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية إزاء قضية الإيداعات المليونية والشبهات التي تدور حولها. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.